ازيك يا شباب، معكم فتح عضله في فيديو جديد. دمرنا في 2018 كانت شركه دومتي عملت اختراع جديد عمل ضجه جامده جدا في السوق يا جماعه. دومتي ساندوتش فعلا عمل قلبانات في السوق، اللي هو وقتها يا جماعه كانت العربيه بتاعه دومتي يا دوبك بتنزل الاثبته في اي محل، الاثبته بتتنسف في لحظة. فعلا كان اختراع جامد جدا وقتها. بعد كده في شركات تانية بدأت بقى تخش في نفس المجال دوت، زي مولتو، عملوا مولتو ساندويتش وبعد كده غيروا اسمه بقى اسمه مولتو فينو. وفي برضك برانش عملت برانش ساندويتش، في نوع من الساندوتش كان ساندوتش اسمه اونو، بس الساندوتش ده اختفى، انا ما عدتش بشوفه في السوق ما اعرفش ليه. المهم من كام يوم كده كنت عند كشك كده بشتري شويه حاجات، اتفاجئت بساندوتش جديد اسمه عصفور ساندوتش. بصوا يا جماعه شكله عامل ازاي، اول مره اشوفه حرفيا. بصوا، ولقيت منه اربع اطعمه، قلت بس انا لازم اجرب لكم الساندوتش دي. انا مش عارف الاربع اطعمه دول هل دي كل الانواع الموجوده في السوق، بصراحه انا مش عارف يعني. فعامه انا هجرب لكم دول دلوقتي، ولو بعد كده لو لقيت انواع تانية هجربها لكم برضو ان شاء الله. بس قبل ما نبدا يا جدعان، عايزين نوصل فيديو لاكبر عدد من اللي كده مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس، يلا بينا. طيب اول نوع معانا عصفور ساندوتش، اسمه غريب. ده شركه ايه ده اللي مصنعاه ده؟ انتاج وتعبئه العصفور للمخبوزات في كفر الشيخ يا جدعان، كفر الشيخ. طريقه الكتابه مشابهه قوي لدومتي، يعني بصوا تحسوا من ورا كده، بصوا الاثنين تحس في تقارب شويه في طريقه الكتابه. يعني اول نوع معانا اللي هو بالجبنه الاسطنبولي زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو، وده على فكرة يعني الصلاحية بتاعته 8 ايام برضك زي سندوتشات دومتي. على فكرة في حاجة غريبة، ان سندوتش دومتي اصلا اللي بالشوكولاتة بقى هو الوحيد اللي 10 ايام، كان قبل كده كل السندوتشات بتبقى 8 ايام، لا الشوكولاتة بقى 10 ايام. على فكرة سندوتش دومتي رجع رخص تاني بقى بخمسة جنيه، بس تقريبا صغروه بقى شوية يعني. كل السندوتشات بخمسة جنيه دلوقتي، بس قللوا بقى الكميات. تعالوا كده نفتح كده ونشوف عصفور بكري، مخبوزات عصفور يعني يا جماعة. نفتح كده يا جماعة ونشوف ده بخمسة جنيه زي ما قلتلكم. اوه العيش فيه شبه شوية من الريتش بيك بتاع دومتي، بس مقلبص شوية السندوتش، بصوا تحسه تخين شوية عن الدومتي. وبصوا كده من ورا ريتش بيك. تعالوا كده نقارنه مثلا يا جماعة في الحجم مع سندوتش دومتي. ايه ده سندوتش دومتي اصغر يا جماعه، بصوا الدومتي قد ايه جنبه. ايه ده سندوتش دومتي بحصاء، ايه يا دومتي في ايه يا دومتي؟ بصوا يا جدعان الدومتي بقى قد ايه يا جدعان، ايه ده يا جدعان؟ بصوا الوحش ده عصفور والتاني ده دومتي، ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ بصوا الدومتي اقصر وارفع. طب عايزين نقارنه ببرانش، البرانش قده في الطول بس ارفع بس اتخن من الجنب، فهي هياها، ده اعرض والتاني اتخن. بصوا الدومتي جنبهم، الدومتي يعتبر اصغر واحد فيهم. طيب انا عايز احط كمان جنبهم مولتو فينو، بس يا جدعان يعني العملية وسعت قوي، انا هحط كل ده فين؟ طيب يا جدعان اللي على اليمين خالص ده عصفور، جنبه دومتي، جنبه برانش، جنبهم في الاخر خالص الايه المولتو. هو اصغر واحد فيهم يعتبر شوية الدومتي يعني، والمولتو يعتبر برضك ايه يعني. المهم عايزين نجرب بقى يا جماعة العصفور ده. عصفور بالاسطنبولي. مبدئيا طعم العيش تحسه عيش قوي زي الدومتي كده، الحشو بدأ يظهر. طبعا مش هعرف اوريكم لون الحشو لانه ابيض خالص فمش هيبان. على فكره هو حلو ومقارب للدومتي. العيش فعلا يا جماعه طعم العيش مقارب قوي قوي للعيش بتاع الدومتي. العيش بتاع البرانش التخين قوي، هو حلو ويشبع بس مش ناعم كده زي العيش بتاع عصفور والعيش بتاع الدومتي، بس عيش تخين مليان. عيش المولتو بقى ده اللي حكاية، انا المولتو بالنسبة لي بقى ادمان يا جدعان. المولتو قبل كده ايام ما كان مولتو ساندوتش
كان نوعية العيش بتاعته تحس ان هي مش عيش، تحس انه نوعية عيش غريبة كده اللي هو مش عيش فينو يعني. في المولتو فينو بدأ شوية يقرب للعيش، بس طبعا مش ريتش بيك زي الدومتي ولا لا، حاجة كده حاجة كده مختلفة، بس العجينة بتاعته من جوه بدأت تحس ان دي عجينة عيش فينو، بس طعمه كده لذيذ ومميز. بس بصراحة لغاية دلوقتي عجبني اول نوع اللي هو العصفور اللي بالجبنة الاسطنبولي، ده جميل. تاني نوع معانا وهو عصفور بالجبنة الكريمي، وده برضو بنفس السعر، هم كلهم بخمسة جنيه يعني. ده العيش بتاعه احلى كمان من اللي فات، بصوا ناعم قوي. تعالوا كده نفتح من النص، جبنة كريمي طبيعي يبقى ابيض يعني. لا بس بجد عايز اقول ان السندوتش عصفور العيش بتاعه حلو، وفي ميزة انه مسكر عن الدومتي. ايوه والحشو بتاعه حلو معقول، بس في حاجة انا ملاحظها ان الجبنة الكريمي تحس انها لزعة قوي، مع ان الجبنة الكريمي المفروض ان بيبقى طعمها زي الجبنة النستو كده، ما بتبقاش فيها اللزعة دي. وبرضك لما كنت باكل الجبنة الاسطنبولي كان في لزعة كده، طعم ميزيس كده، هو مش وحش بس المفروض ان الجبنة الكريمي ما يبقاش فيها المزازة دي، لان هي المفروض ان طعمها يبقى زي الجبنة النستو كده، بتبقى عدمة كده. ف وبعدين ما تحسش قوي ان هي جبنه كريمي يعني. في سندوتش دومتي لما كنت تاكل الجبنه الكريمي دي تحس حرفيا ان انت بتاكل جبنه نستو، هنا انا عندي احساس انه مقارب للجبنه الاسطنبولي، مش حاسس بفرق قوي بين الاثنين يعني. هو طعمه حلو بس مش جبنه كريمي. تعالوا نجرب النوع الثالث معانا وهو عصفور بالجبنه الرومي. بالمناسبه يا جدعان عايز اهني ابن زميلي في الشغل عبد الرحمن سامح البحري بمناسبه نجاحه في الاعداديه، الف مبروك يا عبد الرحمن ومبروك لكل الناجحين. يا ريت تكتبوا لي يا جماعه في الكومنتات عملتوا ايه في النتيجه وجبتوا درجات كام، عايزين نفرح بيكم يا جدعان. طيب عصفور بالجبنه الرومي ناعم برضو، بس مش يعني، بصوا التاني كان فاتح كده اللون شويه، بصوا ده غامق زي الاولاني. تعالوا كده نفتحه من النص، في لون اصفر اهو. طيب ده اللي هو الجبنه الرومي، ندوق كده. هي اللذعه المره دي اخف شويه بس برضك مبوظه الاحساس بطعم الجبنه الرومي. اللزعة دي للأسف بتخلينا نحس ان السندوتشات متقاربة من بعضها، ما عدا طبعا اللي بالجبنة الرومي طعمه مختلف، بس برضك اللزعة دي مبوظة الاحساس بالأطعمة يعني. الجبنة الرومي بتاع دومتي كان عجبني اكتر بصراحة من ده. طيب اخر نوع معانا وده اهم نوع بقى، لان انت عارفين يا جماعة انا بعشق السندوتشات اللي بالشوكولاتة. اثار عصفور، سندوتش عصفور بالشوكولاتة، بس مكتوب بالشوكولاتة بس مش شوكولاتة بالبندق. الدومتي شوكولاتة بالبندق والمولتو شوكولاتة بالبندق. عامة هنفتح كده ونشوف. الله الله الله، ده الشوكولاتة طافحة من بره. بصوا ما نفتح كده، في شوكولاتة اهو. ندوق بقى كده، في شوكولاتة باظة اهي. بصوا نوعية الشوكولاتة مقاربة للشوكولاتة اللي في دومتي، مش الشوكولاتة اللي في برانش. برانش الشوكولاتة اللي فيه بتبقى سايحة قوي، انما الشوكولاتة اللي في دومتي بتبقى متماسكة شوية. والعصفور نوعية الشوكولاتة اللي فيه متقاربة للدومتي، بس حسيت ان كمية الشوكولاتة مش كتيرة قوي. عايزين برضك ايه نقارنها بالدومتي اللي بالشوكولاتة كده. الشوكولاتة اللي في الدومتي قلت قوي قوي قوي،
طب المولتو المولتو كتير. بصوا المولتو يا جماعة، الشوكولاتة باظة في وشي، الشوكولاتة باظة في وشي. أيوة عايز أقول ملحوظة بقى، المولتو فينو اللي بالشوكولاتة العجينة بتاعت العيش ملققنا، فما تديلكش إحساس العيش قوي، تحسه كده حاجة طعمها مقربة للكرواسون. بصوا كده يا جماعة، إنما المولتو اللي كان بالجبنة كان لا، العجينة تخينة، عجينة عيش فينو فعلا. هو أنا بحس بصراحة إن اللي بالجبنة أليق عليه إن يبقى العيش تخين، عيش فينو، عشانه جبنة، لازم تحس إن أنت بتاكلها في عيش. إنما الشوكولاتة إن نوعية العيش تبقى رقيقة مقربة للكرواسون أفضل، فأنا حاسس إن هم مظبطينها صح قوي يعني. بس مليان مليان شوكولاتة، أكثر من عصفور ودمتي والكلام ده كله. فاللي أنا عايز أقوله إن سندوتش عصفور بجد حلو، ولكن الحشو اللي فيه نقدر نقول متوسط، مش كتير قوي ومش قليل قوي، بس المزازة اللي في السندوتشات اللي بالجبنة حلوة، المزازة مديه طعم كده لذيذ، بس بتضغي على الطعم الأساسي للسندوتش، فما تحسسكش بالفرق بين الأطعمة. لو هقارن بين الأربع أنواع سندوتشات، بصوا الدومتي والمولتو انا هبقى محتار ادي من المرتبة الاولى الصراحة، لان هما الاتنين حلوين، بس انا ممكن ادي المولتو المرتبة الاولى، ان انا بقيت بحب سندوتشات المولتو عن الدومتي كمان. في المرتبة التانية ادي للدومتي، في المرتبة التالتة ادي للعصفور، المرتبة الرابعة ادي للبرانش. بس هي بصراحة يا جماعة المقارنة يعني التنافس بينهم شديد قوي، فشوية يعني الموضوع بيبقى محير. يعني عايز اقول لكم ان انا عصفور ده كنت عايز احطه في المرتبة التانية كمان. ليه؟ لان حجم السندوتش اكبر من بتاع دومتي، بس كحس قوي بالاطعمة في الدومتي اكتر من عصفور. بس كده شباب، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم، متنسوش بقى باللايك، ويستنوني في فيديو جديد. سلام. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances.